اليوم رسمي عشاي أذان الفير. أدري ودكم تقولون يعني شنو الجديد بنت الهاشمي، متى تعشيتي؟ الساعة 10 انتي، مو كله أذان الفير. اليوم بسوي معاكم مندي على لحم بطريقة سهلة ولذيذة ووايد وايد بتحبونها، يعني ألذ من مندي المطاعم، معنا بنسوي على الجولة بطريقة سهلة وبسيطة. سويتها أنا قبل معاكم على دياي، اليوم بنسوي على لحم. أول شيء فحت اللحم، سلكته نفس فوح المكبوس، حطيت فيه بهارات عدلة، راس بصل، ورق غار، دارسين، عرفتوا؟ كنا بتفوحونه حق مكبوس بنفس الطريقة. أنا اختصارا للوقت فحته، خليته يستوي ثلاث أرباع استوى، مو مستوي 100%، ثلاث أرباع استوى، لأن الحين برد مرة ثانية أحمس اللحم حق المندي. والماي بنستخدمه، ما راح يعني ما راح نستخدم ماي عادي، بنستخدم ماي فوح اللحم. أوكي، هذه المقادير اللي أحتاجها: بصل، ثوم، فلفل بارد، فلفل حار، بهارات عدلة، وبصل مقلي، ومحتفظة بالزيت اللي قليت فيه البصل. قبل لا نبلش بالمندي، أول شيء بشوي فلفل حار وبصل، نشوي على النار. أوكي، إحنا ما نقدر نسوي على الفحم، يعني إحنا مو مسوين المندي على الطريقة الأصلية، هذا يعتبر مندي كذاب، عرفتوا؟ طعمه لذيذ بس مو مندي مندي. المهم بشوي فلفل حار على النار وبصلتين، نحطهم بس على النار على الشولة لين ينشون، بعدين نقول لكم شلون راح نستخدمهم. أول شيء بحط الزيت اللي قليت فيه البصل، أوكي؟ استخدمه الزيت اللي قليت في البصل، بستخدمه على مرحلتين، اول شيء حق اللحم، وبعدين بنسوي فيه خلطه لذيذه تعالي اصورها لكم. واحط راس ثوم مبشور، راس كامل، احمس الثوم بالزيت بس تطلع ريحته، اضيف له البصل. شوفوا من تطلع ريحه الثوم قبل لا يتغير لونه اضيف البصل. اوكي، تقريبا عندي هني راسين بصل، واضيف علب فلفل حار، حبه فلفل بارد، وبهارات عدله. عندي هني لومي، ورق غار، دارسين، ام الكركم، زنجبيل، وعندي هني بعد تشكيلة من الفلفل الأسود، الكزبرة، تشكيلة من البهارات العدلة، ضيفة والبهار اللي تحبونه. أنا بضيف بعد بهار مجروش، نحمس لين تطلع ريحة البصل والفلفل والبهارات، بعدين نضيف اللحم. أحط الحين قفشة من البهار المجروش أو أي بهار لحم أنتوا وتفضلونه، ونحمس. اللحم جاهز مفيوح مستوي ثلاثة أرباع استوى، أشيله من ماي الفوح وأنزله على طول على الحمسة اللي سويتها. طبعا ما ضفت له ملح، فحته بدون ملح. الحين أملح الماي اللي بطبخ فيه العيش، يعني أملح اللحم وبعدين بنفس الماي راح نطبخ العيش. ضفت كل كمية اللحم، أبدي الحين أحمس مع البهارات والبصل والفلفل الحار. على طول من نحمس اللحم نضيف له الملح، لأنه تقريبا هو خلاص مستوي، ونضيف له ماي الفوح، الماي اللي فحنا فيه اللحم. طبعا عادي نضيفه ببهاراته وشغله كله، لان احنا بنشخل الماي قبل لا نطبخ العيش، كنا الماي مو كافي، نزيده بعد ماي عادي. نزيد كمية الماي واغطي الجدر واخلي اللحم يطبخ مع الملح تقريبا بربع ساعة 20 دقيقة، وبعدين نشيل اللحم واقول لكم شنو الخطة اللي نحطها عليه وندخله الفرن ونطبخ العيش بماي اللحم. هو شوفوا يعني الوصفة هذه تحتاج تحضير وتحتاج أكثر من شيء، بس ترى لذيذة لذيذة لذيذة، يعني كنا مسوية مندي مندي صجي. يا بنات على النار قاعدين نشوي البصل والفلفل، أوكي؟ نشوي عادي على النار لين يستوي، هذا حيعطينا طعم عجيب حق المندي.
الحين بنسوي الخلطة اللي بنحطها على اللحم وبنحطها على العيش بعد، أوكي؟ عبارة عن الزيت نفسه اللي قلينا فيه البصل، بزيده شوية، وتقدرون تحطون مكعبين من مرقة الخضار أو تستخدمون هذا بديل الماجي. أنا هذا استخدمه بديل الماجي من مشروع هاون، سويت لهم إعلانات قبل، والله ما زلت استخدمه للحين يعني. اوكي كذي يصير شكله يعني ماجي طبيعي. ناخذ منه قفشتين، لا تخلونه يغلي يحترق يتغير طعمه، مجرد ان الزيت يصير حار بس ونطفي الشولة، او تقدرون تحطون مكعبات مرقة خضار. نحط شوية من صبغ الزعفران، اوكي يعطينا لون حلو حق اللحم وحق العيش. شوفوا تحريك خفيف على نار هادية، ما خلي يغلي، بس اتأكد انه بديل الماجي وصبغ الزعفران ذاب بالزيت وبس. هذا بنحطه على اللحم قبل لا ندخل الفرن، وبنحطه على العيش بعد. هذا يعطيني نكهة عجيبة عجيبة، لا تستهينون فيه، لا تلغونه، الطعم كله فيه، بس كافي نطفي الشولة. شوفوا الفلفل عندي خلاص استوى، شلته ناطرة بس البصل يستوي وبعد بشيله، اوكي؟ بعدين نسوي نحط اللحم بالفرن ونسوي عيش المندي. اللحم عندي خلاص استوى، اشيله الحين واحطه بصينية الفرن. طبعا الدياي انا سويته معاكم بطريقة مختلفة، حطيته بالشواية، اللحم ما يصير بالشواية، بنحطه بالفرن. اللي تبي تشوف طريقة مندي الدياي كتبي مندي الدياي طريقة بنت الهاشمي باليوتيوب تطلع لك، وموجودة بعد بانستغرامي. شوفوا شلت اللحم كله حطيته بصينية الفرن، هذا الماي الحين بينشخل وبنسوي فيه العيش. شوفوا ما شاء الله كمية الشحم اللي بالذبيحة، خيال الذبيحة تهبل. شوفوا هذا اللحم قبل لا يدخل الفرن شو اسوي فيه، شفتوا الخلطة اللي سويتها بديل الماجي مع صبغ الزعفران والزيت، احطها على اللحم كذي، نغرق اللحم ندهن اللحم قبل لا ندخله الفرن، وندخله فرن حار عشان ياخذ تحميرة، اوكي؟ هذه البهارات اللي سويناها توه راح تعطي اللحم طعم وايد حلو، والزيت راح يخلي اللحم يصير كذي يتحمر، عرفتوا؟ يصير مقرمش. نص الكمية نحطها على اللحم ونص الكمية حق العيش، بحطها على العيش تالي. شوفوا هذا اللحم الحين ندخله الفرن ونسوي العيش. نسوي الحين العيش. دائما بنات حق اطباق المندي البخاري الاطباق هذه ما نستخدم عيش عادي، نستخدم ارز مزة او ارز سيلة، اي ماركة تحبونها، موجود بالجمعيات، وايد احلى مع المندي من الرز البسمتي، اوكي؟ طبعا العيش مغسول ومنقوع، غسلته ونقعته تقريبا ساعة، نحطه الحين بالجدر وننزل عليه ماي فوح اللحم مباشرة، ما حمست له بصلة، ما حمست له ولا شيء، لأن بعدين بنحط عليه خلطة الزيت مع بديل الماجي. الحين بنحط الماي اللي طبخنا فيه اللحم، أوكي؟ مع إنه حسافة على الشحم اللي فيه والله، بس عشان نشيل البهارات، بس بشيل اللومي أقطع على العيش والباقي خلاص ما نحتاجه. هاتش نحرك نشوف يحتاج ماي زيادة ولا ما يحتاج، يعني يبيله شوية بعد، لأن أرز مزة ياخذ ماي أكثر من العيش العادي، يعني لو عيش بسمتي الماي كافي، بس لأن مزة بزيد الماي شوية. نزيد الماي شوية، تكثرين بعد شوية، بس كافي، بس كذي كافي، نخليه يطبخ على نار عالية لين ينشف الماي، نفس طريقة العيش العادي بس ياخذ ماي زيادة. على ما يطبخ العيش وينشف مايه بسوي الدقوس البارد. طبعا مندي بدون دقوس بارد ما ينفع. شنو مكوناته؟ نعناع، طماط، ثوم، فلفل حار، وكزبره او بقدونس. هذا كله ينضرب بالخلاط، بعدين نضيف له شويه زيت زيتون وشويه عصير ليمون وملح وبالعافيه. بس هذه مقاديره، اضرب هذا بالخلاط، بعدين اضيف عليه عصير الليمون، وتقدرون تحطون شويه معجون طماط اذا تحبون، مو لازم يعني مو ضروري،
وبس وملح ونتفة زيت زيتون. هذا العيش يطبخ على نار عالية، ما قصر على النار لين ينشف الماي. أوكي عيش نشف ماية. الحين بنات هذا الزيت اللي مع البهارات اللي سويته أحطه بالعيش. شلون أحطه بالعيش؟ أسوي كذي باستخدام قفشة خشب عود كيفكم، أسوي فتحات بالعيش وأحط فيها الزيت اللي مع بهارات، راح يعطيني نكهة عجيبة حق المندي. أوكي نفس الشيء فتحة ثانية وندخل البهارات والزيت فيها. لا تستهينون بهالخطوة، ترى تعطيكم طعم عجيب. نفس الشيء نسوي فتحة ثالثة وندخل فيها البهارات والزيت. الزيت هذا احنا مقلين فيه بصل، بعدين ضايفين له بديل الماجي مع صبغة الزعفران، فراح يعطيني لون حلو وطعم خطير. حطينا الزيت مع البهارات، شوفوا كم فتحة سويت. الحين احط البصل اللي شويته، هذا راح يعطيني طعم تدخينه حق العيش تهبل. اوكي ما قشرته، اقشره تالي ان شاء الله قبل التقديم. والفلفل المشوي ايضا نحطه، وعندي هني البصل اللي قليته نحطه كذي من فوق على الوي، لانه بعدين بنزين فيه، بنشيله ونزين فيه. هذا بعد راح يعطيني طعم عجيب حق العيش. بس الحين اسكر على الجدر واخليه على نار هادية لمدة 20 دقيقة، نص ساعة، على ما يستوي العيش ونقدمه. وخلصنا، قبل لا نقدمه راح ادخن العيش، بحط في حمى، بحط عليها زيت وادخن العيش وبس. سلامتكم. هذه مكونات الدقوس البارد، ضربناها بالخلاط بس خليناها شوية كذي يعني فرم خشن مو وايد ناعم. عصرنا عليها ليمونتين، الحين بحط نتفة ملح شوية يعني ما راح اكثر. اوكي ونخلط ونذوق. طبعا صبعي اصابه مطبخيه، بكسر الفحمة كان اكسر صبعي، بطق على الفحمة كان اطق صبعي. ما اصير بنت الهاشمي اذا ما اطلع من المطبخ باصابه مطبخيه. نخلط هذا عدل، عاد والله طقيتها طقه مؤلمه تبكي. صندوق الملح نشوف اذا يحتاج نزيد. لا ممتاز احار، احنا حاطين فيه علبين فلفل. الحين نشيك على العيش، بسم الله يا سلام شكله استوى. خلينا نشوف، اخذ شويه نذوق نشوف شلونه استوى ولا لا. مستوي. يلا نسوي له الحين التدخينه عشان يصير مندي صجي. شلون ندخن العيش؟ اول شيء نسوي مكان حق الصحن اللي بنحطه كذي بالنص. اوكي تحطون اي طاسة اي صحن، مفروض اصغر بس انا لان الفحمة كبيرة فماخذة هالحجم. اوكي نحط فيه زيت، زيت ذرة عادي، ونقط فيه فحمة شاب منها. شبيت انا فحمة. اوكي كاهل شابينها، ونكون مجهزين قصدير على طول نقمة الجدر. شوفوا الدخان هذا ما نبي يروح. طبعا ممكن يعني ان تكون الحركة هذه مو صحية، بس احنا ما نسويها وايد، نسويها مرة بالثلاثة اشهر اربعة اشهر، عرفتوا؟ مو كل يوم نسوي مندي، بس يعطينا تدخينة حق المندي عجيبة. شوفوا حطينا قصدير بعدين غطى الجدر عشان ما نخلي الدخان كلش يطلع. هذا اللحم طلعناه من الفرن والعيش جاهز، بس الحين ننشب، نشيل القصدير ونشيل الزيت والفحمة. الله الله على الريحة. الله قبل لا ننشب راح أشيل البصل اللي فوق علشان نزين فيه. أول شيء نشيل البصلة هذه عشان نقشرها ونحطها مع العيش، نقدمها مع العيش. ونشيل الفلفل الحار واللومي. اوكي هذا بعد نزين فيه، نشيل البصل هذا بعد للتزيين، وبعدين نخلط العيش، نقلب العيش ونقدمه.
عشان يختلط البهار اللي حطيناه مع كل العيش. شلت البصل، الحين اقلب العيش، ابي البهارات. هذا بالعيش اللي فيه بهار يختلط مع كل العيش. بسم الله الرحمن الرحيم، نقلبه عدل وبعدين ننشب. شوفوا الحلو بأرز مزة، شوفوا شلون يظل محافظ على شكله حتى لو تطبخونه فترات طويلة، غير انه طعمه وايد لذيذ. احلى فقرة، فقرة النشاب. بسم الله الرحمن الرحيم، على لذة الطعم. ذقته تو بنات، خيال خيال خيال. أنا آسفة بس يعني يستروحون مطاعم المندي شوية، خيال ينن. الله حين أحط فوق اللحم اللي حمرناه، الله أحط اللحم، بحط العيش اللي شلته اللي فيه بصل، حطه كذي من فوق. أوكي، بعدين نحط اللحم. بسم الله، نحط اللحم اللي حمرناه بالفرن. شوفوا جمال لونه، شوفوا كنا مندي مسوينا صج بحفرة المندي. ها اللون كذي، يقول ما كنا مندي كذاب. طبعا احنا عندنا طريقة تزيين معينة حق المندي، الحين بقول لكم شلون. احنا لازم كذي المندي نزينه، لازم، ولا ما يصير مندي. شلون تزينون المندي؟ لازم نزينه بجزر مبشور وبقدونس، نحط كذي على اطراف الماعون بهالشكل، جزر مبشور بعدين بقدونس، دار مدار الصينية. لحظة ما يبين. اوكي نحطها الصوب. اوكي لازم كذي دار مدار الصينية، جزر وبقدونس. اخر لمسة شرايح الليمون، وعلينا وعلى عيونكم بألف عافية. الحين عاد ناخذ طاولة الطعام ونصور فقرة التذوق، الفقرة اللي الشعب كله ناطرها. قمت حتى لما أشوف ناس برا يقولوا لي تكفين فقرة التذوق، لا تطوفينها، نبيها كل يوم. حاضر، ما طلبتوا شيء. ما شاء الله تبارك الرحمن، وتسلم إيدي على هالعشاء الطيب. هذا مندي اللحم جاهز، هذا الدقوس البارد، وطبعا لازم الخضرة وبوديتش. سلامتكم، حين عاد نتعشى. يلا ننشب. بسم الله الرحمن الرحيم، انشب لي صحن وأذوق معاكم. شوفوا وش زين العيش، شوفوا. حط لي شوية ليمون، شوية بعد من الجزر والبقدونس، وطبعا الدقوس اللذيذ. يعني احلى عشوة بعد يوم متعب وطويل. عصير ليمونة، وبسم الله نذوق. حار لحم، أنا والله من زمان طلعته من الفرن، وايد حار. بسم الله الرحمن الرحيم، يا ربا يا ربا، والله يستاهل السهرة ويستاهل التعب ويستاهل الوقفة. أبيت طعم، أبيت شي خيال يا بنات، خيال. حرام ما تجربونه، حرام حرام تطوفكم هاللذة.
شيء فظيع فظيع جدا، بي وايد قوي. لا لا، وهذا هذا هذا معطي طعم عجيب، يعني غير طعمه مدخن ينن، واللحم ينن، وطريقة الطبخة ينن، بعد الدقوس معطي طعم عجيب عجيب. لازم تجربون الطبخة. صج صج صج. تسلم ايدي، تسلم ايدي ولا لا؟ ها؟ تسلم ايدي ولا لا؟ ما اكو جملة مفيدة. خيال.